السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح شيت إكسل خاص بالسنجل لاين دايجرام، إزاي نستخدم شيت الإكسل والأوتوكاد مع بعض عشان نرسم سنجل لاين دايجرام زي كده عن طريق أمر في الأوتوكاد وداتا بدخلها في شيت إكسل فيها الأحمال وتوصيفها اللي انا عايز ارسم سنجل لاين ليها عن طريق امر مباشر في الاوتوكاد. هيرسم من الاكسل، هيدخل البيانات اللي انت غزيت بيها الاكسل، هيحولها لك لمخطط سنجل لاين دايجرام. انا كنت نزلت الفيديو قبل كده بيشرح الليسب اللي هو اسمه SLD، لكن المرة دي انا ضفت اوبشنز جديدة على الاكسل وعلى الاوتوكاد او على الليزب، بحيث اقدر اضيف كونتاكتور. لو عندي كونتاكتور بريكر وكونتاكتور بيتحكموا في مجموعة من الدوائر او الاحمال، اقدر ارسمها بسهولة عن طريق الاكسل وعن طريق الاوتوكاد. البرنامج برضو بيحسب الكابلات والشورت سيركت بتاعتها والفولتج دروب من كتالوج السويدي للكابلات، لكن انا في الفيديو ده هركز اكتر على رسم السنجل لاين دايجرام. لو انا جيت عملت ريسيت كده الزرار اللي هو ده، عندي اول عمود اللي هو عمود الاي ده، باجي ادخل فيه بيانات الحمل بتاعي اللي هو نوعه، هل هي بانل اقدر اختار من الدروب ليست هنا نوع الحمل لوحة ولا سيركت دايرة عادية يعني، ولا سنجل كونتاكتور يعني عندي حمل واحد بتحكم فيه عن طريق كونتاكتور مع سيركت بريكر يعني، ولا بس كده. دول الاحمال اللي عندي اقدر اختار منهم من هنا او احدد مثلا من الزراير دي نوع الحمل بتاعي. اول صف ده بيبقى خاص بالمفتاح او القاطع العمومي بتاع اللوحة بتاعتي اللي انا عايز ارسمها، اللي هي مثلا اللوحة دي كلها على بعضيها. فالبيانات الخاصة بتاعت القاطع والامبير في تريب والامبير فريم والشورت سيركت بتاع القاطع ونوع القاطع والكابل اللي بيغذي اللوحة، كل البيانات دي بدخلها في الصف الاولاني في البرنامج. يعني بختار من هنا ان دي لوحة اسمها مثلا DB1، الباور بتاعتها 600 كيلو. انا هنا محدد من الاوبشن هنا ان 600 كيلو دول كيلو فولت امبير، اقدر اختار بين الكيلو وات والكيلو فولت امبير، لكن هكمل من هنا. ادي الاسم بتاع اللوحة وادي الباور والكيبل لينس، مش هيفرق معايا حاليا لان انا مش هعمل حسابات، انا هرسم على طول. الشورت سيركت بكتبه بالكيلو امبير اللي انا عايزه يظهر على القاطع بتاعي. هنا 63 كيلو، انا كتبت 63 فظهر لي على الرسم 63 كيلو. ده الكابل اللي بيغذي اللوحة بتاعتي. لو انا روحت للرسمة هلاقي ان الكابل بيتكتب على السنجل لاين اللي هو 531C300، هلاقي ان الكابل ده اترسم في الاوتوكاد. بعد كده القاطع العمومي الامبير تريب بتاعه 1200 امبير، نوعه ACB اللي هو اير سيركت بريكر، ده دي انا بكتبها بايدي، ممكن اكتب اي حاجة MCCB مثلا 1200 MCCB. والامبير فريم بكتبه برضو وبختار من البولز هنا نوع الحمل، هل هو 3 فيز ولا سنجل فيز.
هنا اللوحة بتاعت الثري فيز، فاخترت من الدروب ليست دي ثري فيز. دي البيانات بتاعت القطع العمومي زي ما قلنا، اللي هي بتبقى في أول صف عندي في البيانات اللي أنا بدخلها دي. بعد كده لو أنا عايز أرسم مجموعة من الدوائر أو الأحمال تحت اللوحة العمومية دي، بختار نوع من هنا كده، نوع الحمل هل هو سيركت مثلا، ممكن اختار هنا سيركت، او تختار شوية وتدوس على سيركت هنا بدل ما تختار كل واحدة وتحدد نوعها، ممكن تختار شوية احمال وتحدد من هنا كده سيركت، وممكن تختار شوية كمان مثلا وتحدد نوعهم بانل او لوحة. هنشوف الفرق بين السيركت والبانل في الرسم اللي هيظهر لي على الاوتوكاد. يعني لو جيت كتبت امر اس ال دي، هلاقي ان هو حط القاطع العمومي وحط الكابل بتاعه، وكتب بيانات اللوحة اللي هي اسمها دي بي 1 والتوتال كونكتد لود 600 كيلو فولت امبير، والشورت سيركت اللي انا حددته في اول خانة هنا اللي هو 63 كيلو، كتبه لي على البيانات بتاعت البارة بتاعت اللوحة بتاعتي. بعد كده انا كنت محدد ان اول 9 احمال عبارة عن سيركت، والستة اللي بعد كده عبارة عن بانل او لوحات. لو انا روحت على الرسمة هلاقي ان اول 9 احمال عبارة عن سيركت. الفرق بين السيركت والبانل في الرسم هنا ان هو بيحط لك الرمز بتاع السيركت سهم، والرمز بتاع اللوحة عبارة عن اللوحة بتاعتك، شكل اللوحة بالمنظر ده. الفرق مفيش فرق غير في شكل الحمل او الرسم بتاعه. ممكن بعد كده لو انت عندك عين كونتاكتور عايز تتحكم مثلا بكونتاكتور في مجموعة من الأحمال تحتيه، ده هتلاقيه في ال LCB أو اللايتنج كنترول بانل اللي هي لوحات التحكم في الإنارة. بختار من هنا مثلا، باجي أكتب اسم اللوحة أو اسم الحمل CB1، وبختار وبكتب بعد كده الأحمال اللي هو هيتحكم فيها مثلا من L1 لحد L5. دي الأحمال اللي البريكر والكونتاكتور هيتحكم فيها، فباجي اختار من هنا كده الكونتاكتور بالأحمال اللي هيتحكم فيها، واختار controlled by كونتاكتور من هنا كده. هلاقي ان هو اداهم لك، ادى لون مميز لمجموعة الأحمال دي بحيث ان هو يعرفك ان السيركت بريكر او الكونتاكتور الاولاني ده بيتحكم في بقية الأحمال اللي تحتيه اللي مكتوب عليها controlled by contactor. ممكن برضو أدخل contactor وتحتيه شوية أحمال تاني بالمنظر ده، بكتب اسم contactor أو اسم الحمل بتاعي ومجموعة الأحمال أو الدوائر اللي هو هيتحكم فيها. بعد كده بختارهم من الجنب كده وبختار من هنا controlled by كونتاكتور. كده انا عرفت للبرنامج ان مجموعة الاحمال دي عبارة عن كونتاكتور وشوية دوائر بيتحكم فيهم، وكونتاكتور تاني اللي هو CB2 مثلا وبيتحكم في شوية الدوائر اللي بعديه اللي هم دول، وعندي بقية شوية احمال تانية عبارة عن لوحات مثلا اللي هم اخر 4 احمال دول. بحيث ان انا لو رحت الاوتوكاد وكتبت امر SLD ودوست انتر، هتلاقي ان هو رسم لك زي ما قلنا القاطع العمومي بالبيانات بتاعته بالكابل. بعد كده فرع من البارة بتاعت اللوحة كونتاكتور اولاني وكتب عليه البيانات اللي هي قدام الكونتاكتور ده كده، وبعد كده رسم تحتيه الدوائر اللي هو هيتحكم فيها من L1 لحد L5. لو انا رحت للاوتوكاد هلاقي ان هو رسم القاطع العمومي بالبيانات بتاعته بالكابل بتاع
اللوحة. بعد كده رسم أو حط القاطع البريكر والكونتاكتور اللي هو الخاص بالسي بي ون. بعد كده المفروض إن أنا المفروض ألاقي من ال واحد لحد ال خمسة تحت السيركت بريكر والكونتاكتور الأولاني ده. فأنا لو جيت هلاقي من ال واحد لحد ال خمسة اللي هما دول مرسومين تحت البارة بتاعت الكونتاكتور الأولاني. هبقى أضيف للإكسل أو للليزب إن هو يكتب اسم الكونتاكتور جنبيه كده. بعد كده بعد ما أخلصهم رسم أو حط السيركت بريكر والكونتاكتور التاني اللي هو السي بي تو من أول هنا كده، وحط الأحمال المفروض من ال واحد لحد ال أربعة تحتيهم. هتلاقي من ال واحد لحد ال أربعة حط لك الأحمال دي تحت البارة بتاعت الكونتاكتور اللي هو السي بي تو. آخر شوية أحمال اللي هما الأربع بانيلز دول حطهم بالبيانات بتاعتهم، الاسم والحمل والكابل والبريكر بتاعها. كل حمل بيكتب البيانات الخاصة بالبريكر والكابل واسم اللوحة والحمل بتاعها. فأنت تقدر عن طريق شيت الإكسل ده والليزب ان انت ترسم اي لوحة بمجرد انت بتدخل بياناتها هنا بس كده. تقدر تدخل البيانات اللي انت عايزها، مثلا لو انا عايز الاحمال دي كلها عبارة عن دوائر هختارهم وهدوس على سيركت كده. وبعد ما بخلص البيانات بتاعتي بروح للاوتوكاد واكتب اس ال دي. بلاقي هنا كده ان هو رسم القطع العمومي واللوحات او الاحمال اللي تحتيه. بيكتب كل البيانات الخاصة بالكابلات والبريكرز والاحمال بتاعتها. لو انا ممكن اجي هنا واغير نوع الحمل اخليه بانيل و اكتب اس ال دي. هاجي الاقي ان هو رسم برضو القطع العمومي بالكابل، ويغير في الرمز بتاع الحمل بتاعي، خلاه رمز اللوحة وكتب عليه اسم اللوحة بتاعتي والباور بتاعتها. او ممكن احدد زي ما قلنا سيركت بريكر او كونتاكتور، يعني مجموعة من الاحمال عايز اجمعها على كونتاكتور. فلو انا مثلا هجمع شوية دول على كونتاكتور بختارهم كده من الجنب وادوس كنترولد باي كونتاكتور. كده بتعرف له ان الحمل الاولاني ده اللي مكتوب قصاده سيركت بريكر زائد كونتاكتور ده اللي بيتحكم في بقية الأحمال المكتوب عليها controlled by contactor، وبتدخل برضو الكونتاكتور مع السيركت بريكر في الخانة مثلا اللي بعد كده، وتختار السيركت بريكر بالكونتاكتور بالأحمال اللي هتحكم فيها، وبدوس controlled by contactor. كده بحدد له إن الأحمال دي اللي هم مكتوب عليهم controlled by contactor ده اللي بيتحكم فيهم. ممكن برضو احدد دول واخليهم controlled by contactor، اغير هنا الاسم اخليه سي بي 3 مثلا. وطبعا بتغير البيانات بتاعتك اللي هي الخاصة بالبريكر والشورت سيركت بتاعه ونوع الحمل، هل هو سنجل فيز ولا ثري فيز، عشان هيفرق معاك في الرسم اللي بيظهر لك على الاوتوكاد. كده لو جيت رسمت المفروض الاقي ثلاث مجموعات كونتاكتور بيتحكم في الدوائر من ال واحد لحد ال خمسة، والكونتاكتور التاني اللي هو السي بي تو بيتحكم مثلا من ال ستة لحد
لحد ال كام 9، بعد كده من ال 10 ال 11 ال 12، ده دول بيتحكم فيهم البريكر او الكونتاكتور الاخير اللي هو السي بي 3. المفروض الاقي 3 مجموعات على الاوتوكاد. لو انا جيت استخدمت امر اس ال دي هتلاقي ان هو رسم 3 مجموعات. الكونتاكتور بالبريكر الاولاني بيتحكم في الدوائر من L1 لحد L5، بعد كده الكونتاكتور التاني بيتحكم في الدوائر من L6 لحد L9، بعد كده الكونتاكتور التالت بيتحكم في الدوائر من L10 لحد L12. في النهاية المفروض هتلاقي رابط تحميل ملف الإكسل اللي هو برنامج الإكسل ده تحت الفيديو، وهتلاقي رابط تحميل الليزبات في الرابط برضو تحت الفيديو. المفروض هتسطب الليزبات البرنامج بتاع الليزبات من تحت الفيديو، وهتنزل ملف الإكسل ده، والاتنين هيطلبوا منك كود تفعيل. بدي فترة، في فترة تجريبية للناس اللي عايزة تجرب الإكسل والليزب لمدة 15 يوم. أما الناس اللي هي اشترت البرنامج قبل كده فالتحديثات اللي هي بنزلها على طول، منها التحديث ده، كل اللي عليها إن هي هتنزل البرنامج الجديد والليزبات الجديدة، ومش هيطلب منها أكواد تفعيل جديدة. وفي النهاية لو عجبك الشرح اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا.